كملنا صباحنا معكم مشاهدينا، وأولى فقراتنا رح نحكي فيها عن نادي القراءة اللي هو نشاط ثقافي واجتماعي بيسعى لربط الجانب النظري بالنشاط العملي للطفل ضمن فعاليات بتعزز الحالة الثقافية والقيم الحضارية للأطفال. طبعا هالشي كله من خلال مشاركاتهم ضمن هاي الأنشطة. ولحتى نحكي بشكل موسع أكثر عن نادي القراءة للأطفال بصرنا اليوم نرحب بالصحفية والشاعرة نوار الشاطر. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يا اهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك معنا لليوم. يعني عم نحكي عن موضوع كثير مهم، القراءه ونادي القراءه. اليوم مهارات كثيره بالحياه لازم نحن نعلمها لاطفالنا من الصغر، ومن بيناتهم هي مهاره القراءه. اليوم نحن في عندنا نادي القراءه لتبادل الخبرات والمعارف، خلينا نحكي عنه اكثر اليوم، نوضح للمشاهدين عن طبيعه العمل فيه. هلا القراءة هي أهم فعل بيقوم فيه الإنسان للمعرفة، يعني أي معلومة بدنا نحن نعرفها بدنا نرجع للكتب وبدنا نقرأ. ما فينا ناخذ المعلومات من السوشيال ميديا ولا من الإنترنت، لأنه بنلاحظ إنه كل شيء موضوع ما في عليه رقابة. فنحن بدورنا ككاتبة للأطفال وحدا مهتم بالطفل والكتابة عنه، طلعنا بفكرة نادي القراءة. بالبداية كانت أنشطة القراءة متفرقة، يعني ما كانت منتظمة. لما لقيت انه جدوى انه انا اي سلوك بدي ازرعه عند الطفل على الاقل لازم يكون خلال 3 أشهر حتى هذا يصير عنده يا عاده يوميه، فطلعنا بفكره نادي القراءه انه نحن بنعمل جلستين بالشهر بنناقش الاطفال بكتب معينه او كتب متعدده، مو بس ادب وقصه وشعر، والجلسه اللي بعدها بنشوف الطفل مدى استيعابه مدى حبه، يا بيرجع الجلسه اللي بعدها يا اما ما بيرجع. وفعلا صار في اطفال ثابتين عنا بشكل دائم عم يجوا ويقرأوا ويطلبوا الكتب يلي نحن عم نقرأها من مكتبة الأطفال. يعني أنا كمان عم نشتغل على فكرة أنه نربط الطفل بمكتبة يكون هو كمان عنده مكتبة بالبيت، ينطق الكتاب، يوصل لمرحلة أنه هو يقدر ينقي الكتاب اللي بيحبه، يقدر يقرأ القصة للأطفال بشكل حلو بحضور حلو. فهي بداية القراءة هي بناء لشخصية الإنسان منذ الطفولة. طيب القراءة تساعد على بناء شخصية الطفل من وقت بيكون له عمر محدد، خلينا نحكي ونخص الأطفال يلي بيكون أعمارهم مناسبة لحتى يشاركوا بنادي القراءة، أي شريحة عمرية لازم يكون؟ هلا نحن عم نعمل أعمار متنوعة، لأنه الأطفال اللي عم يجوا ما عم يتقيدوا بالفئة العمرية اللي نحن حاطينها للأنشطة. هلا في أنشطة بتكون بتناسب الأطفال الصغار أو الفئة العمرية المبكرة يلي ما بيقدروا يقروا، نحن مضطرين نقرأ لهم ونعرفهم. وفي فئة عمرية أكبر بين 8 لل 14 سنة، هي ممكن أنا يعني وجه لها أي موضوع، لكن الشرح بيختلف باختلاف العمر. لما شفت أطفال صغار بعمر 3 سنين عم يحضروا، فقررت كمان أنه أعمل أنشطة لهدول الأطفال. طبعا هدول الأطفال في لهم خصوصية أنه أنا ما فيني أعمل لهم أنشطة للكبار، لأنه مدى الاستيعاب عند الطفل بهذا العمر ما بيستوعب كمية كبيرة من المعلومات ولا كمية كبيرة من الكلمات. يعني أنا إذا قريت قصة بدها تكون كثير مختصره، اذا حبيت اعطيه معلومه ممكن اعطيه معلومه او تنتين او ثلاثه، بحيث انه يطلع من الجلسه فهمان شيء، اخذ قيمه علميه، اخذ قيمه ادبيه، وبنفس الوقت بيرجع على البيت متحمس انه هو يقرا، انه هو يتعرف. انا بطرح اسئله وبخلي الطفل يجاوب او يبحث عن الجواب، لانه السؤال هو كثير مهم بعمليه المعرفه وبعمليه القراءه. ومثل ما بتعرفوا انه الاطفال بالفئات العمريه الصغيره كثير عندهم اسئله، يعني هذا الكون كيف نشا، هي الشجره كيف نبتت، هذا السن شو هو. فمن خلال الام والعائله والاب لما بيكون الكتاب هو المرجع الاول للطفل، راح يكون المرجع الاول له بكل حياته. وبنفس الوقت انه انت عم تقدم لطفلك معلومه صحيحه، عم تقدم معرفه حلوه، ولما يروح على المدرسه ما بيكون يعني خايف من الكتابه من القراءه، هو يعني تالف مع فكره الكتاب الورقي. تمام. وذكرتي يمكن خلال حديثك انه اليوم احنا عندنا انشطه عمليه كثيره ضمن نادي القراءه اللي بتناسب اهتمامات، بتناسب افكار هدول الاطفال، وبتجاوب على اسئلتهم واستفساراتهم بالحياه. طيب في عندنا من الانشطه المصحف الصغير والفلك الصغير، خلينا نوضح شو بنقصد فيهم وكيف عم يكون توجه الاطفال لهيك نوع من الانشطه. بدايه نشاط المصحف الصغير الفلك الصغير، نحن عملنا سلسله انشطه بلشناها من الصيف اسمها يعني مثلا الاعلام الصغير، حاولنا الطفل انه هو يلعب الدور، يلعب دور الاعلامي، يلعب دور المسعف، يلعب دور الفلكي. فلما بتعطي انت الطفل دور معين فهو بحس باهميته، انه انا بدي اعمل هذا الدور وبدي انجح فيه. مثلا انا مسعف بدي اقدم
كيف الطفل ممكن ينقذ حاله وكيف ممكن إذا صار معه جرح صار معه رعاف ممكن هو يداوي حاله، أو إذا شاف طفل تاني بخطر ممكن يساعده ولو بالاتصال بالطوارئ، ولو أنه يجيب حدا، ولو أنه يعمل له حركة بسيطة تخفف عنه المعاناة. نحن كان هذا النشاط مقرر السبت الماضي، لكن بسبب الأحداث المأساوية بفلسطين وبغزة أجلنا الأنشطة. وأنا هون عبر منبركم الإعلامي الراقي بوجه يعني تحية وعزاء قلبي لكل أهلنا وأطفال فلسطين، أنه نحن معكم روحا وجسدا أكيد. قلبا وقالبا، ومنحاول كمان هي القيم نزرعها عند الأطفال عن طريق نادي القراءة، يعني نعرف أنه في نحن معاناة وفي قضية فلسطينية وفي أطفال بالطرف الآخر هن بحاجة لمساعدتنا. نحن ممكن عن طريق من علمنا وممكن إذا تعلمنا نكون مسعفين أو عنا معرفة نساهم في يوم بأنه نكون معاهم فعلا. يعني أستاذة نوار ذكرتي حضرتك أنه عم يتم تعزيز القيم الوجدانية وحب الوطن عند هدول الأطفال. نحن كلنا ربينا من نحن وصغار بكتب القومية بكتب المدارس، يمكن من زمان ما كان في نادي قراءة، ربينا يعني من صغرنا نحن مناصرين للقضية الفلسطينية وحب الوطن والقيم الوجدانية المزروعة فينا. اليوم نادي القراءة كيف عم يلعب دور بتعزيز هاي القيم الوجدانية عند الأطفال وحب الوطن نفس الوقت؟ بداية كوني كاتبة للطفل وكاتبة عنه، فأنا عندي رسالة سامية بدي وصلها لهذا الطفل وبدي وصلها للكبار، بما أنه الطفل هو يعني نواة المجتمع وهو اللي بده يبني المستقبل، وخاصة نحن هنا في عنا ظروف صعبة وقاسية، وبنفس الوقت بتلاقي انه في عولمة على الطفل وفي حرب للطفل لانه ينمحى التراث تبعه وينمحى الانتماء تبعه. افلام الكرتون دائما عم تصدر للطفل انه الغرب هو الرائع وانه الشرق هو شيء مو حلو، وانك انت لازم يعني هويتك الوطنية ما كتير تفتخر فيها او هي شيء اقل من الشيء الغربي. فنحن عم نحاول بهذا النادي انه نعرف الطفل على الهوية التراثية لبلده حتى يكون في عنده فخر فيها، حتى يكون إذا في في محفل ما هو سفير لبلده، وكمان أنه يحب هذا الوطن من قلبه حتى يكبر ويضل يحافظ عليه. المحاور الوجدانية نحن اشتغلنا عليها على عدة جهات. الجهة الأولى هو الذكاء العاطفي. أنا خلال الجلسة بستهدف الطفل من ناحية الذكاء العاطفي أنه أنا أشتغل على عاطفته. نحن لما بنشتغل على عاطفة الطفل ومنزرع فيه قيمة وجدانية عليا أو أخلاق عليا أو مثل عليا، هي القيمة رح يضل يحملها ليكبر، رح يضل مثلا يحب وطنه منذ الصغر لأنه عرف أهمية هذا الوطن وأهمية الانتماء لإله. حكينا عن قصة بتحكي عن التراث الشعبي. هي القصة بتحكي عن شخص كان كتير بيحب بلده. هي قصة هوليوم، الإمبراطور هوليوم لما زار دمشق والحمار الأبيض يلي عجب الإمبراطورة وحاولت تاخده معه، والصاحب الحمار ما رضي يعطيه إياه لأنه أنت مو معقول تاخدي حمار من بلدي لتحكي عنه لأوروبا. فهو قال بعطيك حصان، يعني الحصان أنه العراقة والأصالة العربية، يعني حتى الغرب بيفتخروا بالأحصنة العربية. فهو هذا الشخص على الرغم من بساطته كونه هو يعني شخص عادي جدا ما حب انه يعطي صوره مو حلوه عن بلده. فهي القيمه مرقناها للطفل عن طريق قصه. في محور ثاني انه نحن بنشتغل على لغه العواطف. حلو. المشاعر، كيف الطفل يعبر عن مشاعر الحزن، الغضب، كيف ممكن هو يتعامل باحترافيه مع مشاعره، يعالج نفسه بنفسه، ما يعاني من الكبت، يتخطى موضوع الكبت وايذاء الاخرين، خاصة موضوع العنف اللفظي، العنف الجسدي اللي التنمر اللي بيتعرضوا فيه للمدرسة. كل ما كان الطفل عنده ذكاء عاطفي أكثر وقدر يعبر عن عواطفه ببيته بالشارع بأي مكان، قدرنا نوصل لطفل سليم عقليا، سليم روحيا، سليم نفسيا. هذا الطفل قادر على أنه يعطي شيء لمجتمعه ويعطي شيء لنفسه. تمام. ويمكن معلومات ثقافية وتراثية ذكرتيها حضرتك اليوم عم تنموها ضمن نادي القراءة، وكنا عم نتابع عبر الشاشة هي الأنشطة. خلينا نحكي عن تفاعل الأطفال مع هيك الأنشطة، كيف عم تكون ردود الأفعال إن كانت من الأطفال أو حتى من الأهالي؟ هلا التفاعل، في تفاعل حلو لانه انا ببدايه الجلسه بطرح اسئله على الاطفال وبنتناقش شو عندهم معلومات. مثلا عملنا جلسه عن التراث، شو تعريف التراث؟ في كثير اطفال ما بيعرفوا شو معنات كلمه تراث. طيب هن ربطوا التراث بالمظاهر الماديه الموجوده عندنا مثل قلعه دمشق، قلعه حلب، يعني اخذين فكره انه التراث هو فقط المكان. فنحن حكينا عن التراث اللامادي، مثلا الاشياء مثل الموروث الفكري اللي اخذناه من الاجداد،
الصناعات اليدوية، الحرف اليدوية يلي بتعبر عن تراث البلد، والغرب يعني أخذ منا كتير يعني. في أطفال كان عندهم معلومات حلوة، في طفلة حكت لي عن فستان زفاف الإمبراطورة الإنجليزية إنه كان من قماش البروكار الدمشقي، وأنه هي اختارت هذا القماش تحديدا لأصالته وعراقته. فهذا القماش هو مظهر من مظاهر التراث. حكينا عن العود، حكينا عن خيال الظل، وقدمنا فقرات من خيال الظل، وفي فقرة الحكوات يتعرف للطفل على الحكاية البسيطة اللي نحن كنا من زمان عايشين عليها قبل وسائل التواصل الاجتماعي وقبل اليوتيوب. بنلاحظ انه نحن كان للكلمة سحر، يعني ممكن نقعد ساعة مع ابونا مع ابنا مع الجدات ونسمع القصة. هذا الجيل ما عنده القدرة انه يضل 5 دقائق يسمعك. شو السبب؟ انه هو بالبداية ما كان عنده ارتباط وجداني بالكلمة، ما كان عنده ارتباط عميق بالكتاب الورقي. يعني هي ثقافة التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية يلي عم تطلع للطفل بأبعاد ثلاثية، كيف انت ممكن تخطفيه منها ويرجع لورقة او لكلمة او خيال ظل مع إضاءة بسيطة. الهدف انه نحن نعرف الطفل على التراث، وبنفس الوقت يكون عنده فخر بتراثه. ونحن بنلاحظ بكل أنحاء العالم عندهم افتخار بتراثهم، عندهم افتخار بلغتهم الأم. يعني كمان إذا شفنا كثير أطفال من وراء الأهل بيحكوا كلمة عربي كلمة إنجليزي، هذا دليل الحضارة. صحيح. لا، هذا مو دليل حضارة. نحن بنعلم أطفالنا لغات تانية، ضروري نعلمهم وهنا عم يتعلموا بالمدرسة، لكن الحوار بالحياة اليومية بده يكون باللغة الأم، واللغة الأم هي الهوية والتراث. لأنه أي استعمار بيجي على أي بلد بيستهدف لغته وبيستهدف هويته التراثية أو انتمائه لبلده. أستاذة نوار، ذكرتي هي شيء كتير مهم أنه ممكن القراءة. هذا سؤال، يعني أنت ذكرتي أنه ممكن الطفل يوصل لمرحلة أنه ينسرق هلأ خصوصا بهذا الوقت الحالي من الموبايل، النت، اليوتيوب، التكنولوجيا يلي عم تشغله عقله بشكل فظيع، عم تشغله عن دراسة، توصل معه المرحلة لعدم التركيز أو أنا ما بدي أكل أو قلق أثناء النوم، يعني أضرار نفسية وجسدية بنفس الوقت. في ممكن أهل أو أطفال ما عندهم مقدرة أو ظروفهم ما بتساعدهم لحتى يسجلوا بنادي القراءة، كيف هون ممكن نساعد الأهل، نعطيهم بعض النصائح يخلوا أطفالهم أنه يقرأوا بالبيت قصص، حكايات، أنواع من الكتب محددة ممكن تسرقهم من جو التكنولوجيا والوهم والخيال والقصص اللي عم تسرق الأطفال؟ هلأ نحن بنادي القراءة هو نادي مجاني متاح لكل الأطفال، والهدف أنه مثل ما حكيت أنه نحن نربط الطفل بالمكتبة وبالكتاب، يعني بالمركز الثقافي بكفر سوسة اللي أنا عاملة فيه الأنشطة ومستمرة فيه تقريبا من حوالي 2 سنين للآن. في أطفال كتير رجعوا عم يستعاروا كتب بشكل شبه مجاني. كمان في الهيئة السورية ممكن يكونوا بكل منطقة في مركز ثقافي. تمام. وتاني في الأهل أكيد بيطلعوا أولادهم مشاوير كل فترة، ففيك تاخدي ابنك مشوار على المركز الثقافي، تعملي اشتراك بالمكتبة، تستعاري لك كتابين أو ثلاثة وبترجعيهم، أو فيك تاخدي طفلك على المكتبة ليتعود هو على القراءة الجماعية. السلوك الجماعي معدي، لما بيشوف الطفل أنه طفل تاني عم يقرأ ومهتم بيتحمس أكثر. فنحن هذا الهدف أنه نحن نعمل نادي وفي أطفال كتار، لأنه بنلاحظ أنه الحماس عم ينتقل من طفل لطفل. حتى في أطفال كونه المركز قريب على بيتي بيشوفوني بالشارع بيقولوني شو بدك تعملي لنا المرة الجاية، شو بدك تقرأي لنا، وبيطلبوا مني شغلات. يعني كونه في أنشطة عملية نحن لسه ما حكينا عنها كتير ممتعة للطفل، يعني عم نقدم المعلومة بشكل لعبة، عم تخلي الطفل يتشوق انه ممكن تعيدي لنا هذا النشاط، ممكن انك تعملي لنا هي الفكرة. فنحن مو بس انه أدب وثقافة وشعر، لا نحن كمان في نشاطات علمية. يعني الموضوع الفلكي عملنا أنشطة عن النبات، عملنا أنشطة عن الحيوان وأهمية الرفق بالحيوان، ونحن كيف لازم نتعامل بلطف مع الحيوانات والكائنات الأخرى وما نأذيها. يعني فيك تقولي انه هو منهاج تربوي ثقافي مبني على العلاقة بين الطفل والكتاب وبين الطفل والأهل، لأنه لولا الأهل ما فيك انت تجيبي طفل لعندك. يعني الأهل بدهم يكونوا متعاونين ويكون عندهم هن شغل على موضوع ثقافة الطفل، انك تاخذي الطفل على مركز، تاخذي الطفل يحضر مسرحية، تاخذي الطفل يحضر محاضرة ليتعلم مهارة الاستماع ومهارة القراءة والارتباط بالكتاب. أكيد، ولا جانب المدرسة والأهالي بهذا الدور، الكوادر التدريبية اللي ذكرتيها حضرتك الموجودة اليوم ما
ضمن نادي القراءة. خلينا نحكي اليوم عنهم، عن الكوادر الموجودة، هل هنون أشخاص مؤهلين؟ كيف عم بيكون تعاملهم مع الأطفال الموجودين؟ قديش لازم يكونوا قريبين منهم، يعرفوا هنون شو بحاجة، شو عم بيعانوا من صعوبات كرمال يشتغلوا عليها؟ أنا بالأنشطة بنسق مع مدام إلسا، هي رئيسة المركز، فنحن مندور دائما على اشخاص. رئيسه مركز ثقافي كفرسوسه بوجه لها تحيه كمان، وهي كثير شخص متعاون وبيحب الاطفال. هذا الشيء شجعني اكثر لما تلاقي شخص متحمس للطفل أكيد. ويشاركك الفكره بكل شيء. فنحن دائما بنحاول نلاقي شخص مناسب للفكره. مثلا عملنا نشاط الفلكي، كان معنا الجمعيه السوريه الفلكيه وجمعيه الفلك الصغير، يعني هن بالاساس متخصصين بالاطفال والتعامل مع الطفل وتقديم المعلومات الفلكيه للطفل عن طريق الشاشه، عن طريق عرض تلفزيوني، او عن طريق لعبه، او عن طريق المشاهده عبر التلسكوب. كمان مثلا في مره فريق مختص بموضوع النبات، علمنا الطفل كيف ممكن هو يزرع نبته، كيف ممكن يعتني فيها. هيك بيصير في عنده احساس بالمسؤوليه، وبنفس الوقت في عنده تقدير للبيئه اللي هو فيها، انه كيف ممكن يحافظ على هذا الغطاء النباتي وما يؤذيه. بتعرفي انه الطفل، يعني انت بدك تشكلي الطفل ما عنده اي ثقافه واي علم، الاهل هن اللي بيبنوا شخصيته. يعني يزرعوا فيه من الصغر، نحن بسلوكنا الحلو بأخلاقنا العالية عم ننقل لطفلنا الصورة الحلوة. أما إذا كنا خلاف هيك، الطفل شو بدك تتوقعي منه؟ الطفل هو يعني ردة فعل علينا، بيكون فعل بأعمار أكبر. يعني ممكن هاي الأنشطة النظرية ممكن تتطبق بالبيت بشكل عملي، مثلا عطيتوهم يطبقوا لوحة أو نبتة، يزرعوا نبتة أو أي شيء يطبقوا بالبيت. نحن عم نحاول انه هذا النشاط ياخذه معه على البيت، سواء كان كفكره علميه مثلا ممكن نعطيه نحن فكره يشتغل عليها بالبيت، او مثلا من خلال الكتاب نفسه يقدر ياخذه هو يقرا يحاول. انا في عندي اطفال كمان وصلت فيهم حب القراءه انهم يحضروا عن الجلسه. يعني المره الماضيه كان عندي الفلك الصغير في طفلين ميار واياس برغوس محضرين كل شيء عن الكواكب، يعني متحمسين وجايين، وألقوا للأطفال الثانيين معلومات قيمة عن الكواكب أنا ما بعرفها. فشوفي لما بتعطي الطفل أنت فكرة وبيشتغل عليها وبتتابعي معه، أكيد رح تحققي نتيجة. أما بس لما تعطيه فكرة وتتركيه لحاله ما رح يشتغل. الأطفال اليوم بتلاقيهم فضوليين بشكل عام بسبب الانفتاح التكنولوجي، بتلاقي أي شيء صار بمتناول هدول الأطفال. اليوم الشيء اللي عم بيصير بفلسطين، هي الصور المؤلمة، هي المشاهد، هي الأخبار عم تكون يوميا مشاهدة للأطفال، إن كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كانت عبر شاشات التلفزيون، ونحن ما عم نقدر يمكن نخليهم ما يشوفوا هاي المشاهد. طيب برأيك اليوم هدول الأشخاص، الناس يعني لازم يحكوا لأطفالهم شو عم بيصير الحقيقة، أم لا أنا بنطر لعمر معين، أم لازم يكون عندي لغة معينة كرمال اشرح لهذا الطفل شو عم بيصير، بما أنه عم نركز على القيم الوجدانية والانتماء للوطن؟ يعني نحن قد ما حاولنا نخبي عن الطفل، الطفل عم بيشوف تماما. يعني أنت قد ما حاولتي تحميه أنه يشوف مظاهر مؤذية ما عم تقدري. أنا عندي طفلين بعمر 8 سنين و9 سنين، ابني 9 سنين متابع الاخبار وانا مستغرب كيف متابعه، وبيحكي لي انه هدول اطفال وكيف عم يقتلون هيك بوحشيه، وانا شو فيني ساعدهم. فنحن لما بنحكي للطفل عن القضيه الفلسطينيه وانه في ناس مظلومين، في ناس اغتصبت ارضهم، ونحن هذا الشيء عشناه بطفولتنا. صحيح. يعني نحن بنعرف معاناه الشعب الفلسطيني، وسوريا كانت حاضنه دائما وابدا لهذا الشعب ولمعاناته، وربينا مع الاخوه الفلسطينيين بنفس البلد، ما في اي فرق عنا. فنحن كمان لازم هذا الشيء ننقله لاطفالنا، مو غلط، لكن انه ما نورجيه مناظر مؤذيه، لانه هي المناظر بتضل بذاكره الطفل. يعني مناظر وحشيه، لكن نعمل على تثقيف ابننا، وانه هو ممكن بيوم من الايام يكون فعلا فعال بهي القضيه ويقدم شيء حلو للطفل، ان كان معنويا فكريا. حتى بنشوف انه اعلاميين على مدى، يعني فقط انه اعلامي طلع حكى كلمه حق صار في عنده متابعات كثيره، صار في ناس من الغرب تفهم القضيه اكثر. فممكن الطفل حتى يكون هو بمجال الكلمه الصادقه توصل لكثير ناس. يعني ممكن هدول الاطفال نقدر نركلجهم بعمر صغير ونفهمهم هي الاخبار انه ممكن تكون مؤقته، ومثلا بكره رح تصير الامور كلها بخير وهي القصص. بس في شيء جوات الطفل نحن انزرعت فينا القيم الوجدانيه ومناصرتنا للقضيه الفلسطينيه من نحن وصغار، قديه قد هالشيء ممكن انه يساعدهم انه ما يدخلوا بحاله نفسيه، يصيروا مثلا
قرأوا شيء بخصوص هاي الأخبار يدخلوا بحالة نفسية بشعة، يجوا يكرهوا أو ينفروا شوي من موضوع القراءة، أو إنه صار بدهم شيء جديد أو شيء حركي أو تفاؤلي أكثر، كيف ممكن تقدروا؟ أكيد هلأ خلال هاي الفترة عم تطلعون على كل هاي الأخبار، كيف عم تقدروا توازنوا بين إنه يفهموا هاي الأخبار بشكل واضح وإنه ما تأثر على نفسيتهم وحبهم ونشاطهم للقراءة بنفس الوقت؟ نحن منقدم الخبر ومنقدم معه الدعم النفسي. حلو. يعني أي شيء سيء للطفل بدك تنقليه، بدك تعطيه كمان بمقابله صورة مشرقة. تمام. حتى هو ما ينتكس نفسيا ويصير مكتئب ويفكر أنه الظلم هو السائد بهذا العالم، لكن كتير ضروري أنك تعطي نظرة واقعية للطفل. يعني ما تخليه عايش بالخيال، ولا بنفس الوقت تكوني مفرطة جدا بالواقعية. يعني هو عم يشوف هاي المناظر وعم يعيش هاي الأحداث بوجدان، وأنا بحكي من خلال أطفالي، لأنه أطفالي لين نهار متابعين إنه عم يسألوني مثلاً مين هي إسرائيل، شو هو الكيان الصهيوني، مين هن. أنا مضطرة أشرح لهم ولو بشكل بسيط، نحن ما منحبهم إنه عم يقتلوا أطفال، عم يأذوا ناس. فهذا الشيء ما هو سيء، هو بشكل عام السيء لما الطفل بيبقى بس بدائرة الخبر المحزن أو الخبر السيء وما يطلع منه. فنحن منثقف الطفل وبنفس الوقت بنعمل له موازنة نفسية حتى ما يتأذى من جوا. والأهل هون بيلعبوا دور، يعني اليوم بتلاقي إذا الأهل هنون خايفين هنون عم يتابعوا هي الأخبار، وبتلاقيهم بتلاقي الطفل بلا شعور خلص هو بده يقلد أهله بهذا الموضوع. خلينا هيك يعني بالختام نحكي شو هي أنشطتكم بالأيام القادمة. نحن في عنا نشاط المسعف الصغير رح يكون يوم السبت، إذا حدا بيحب يحضر رح نعلم الأطفال أساسيات الإسعاف الأولي، رح يكون معي طبيب مختص، ونعمل موضوع الإسعاف مثل اللعبة، إنه الطفل يطبق على طفل موضوع إنه اللعب بالتعليم أو تقديم المعلومة بطريقة ممتعة أجدب كتير عند الطفل، وأنه يخرج من الجلسة عندي أدران هو يضمد جرحه، أدران يوقف الرعاف. يعني أنا مهم كتير الطفل يطلع من الجلسة بقيمة علمية أو قيمة أدبية وتضل هي القيمة جواته. أكيد. في عنا بالشهر القادم كمان يوم الطفل العالمي، ففي عنا هيك عاملين مثل ندوة بتحكي عن الطفولة والأمهات الكاتبات، كيف أنه الأم ممكن تكون كاتبة من وراء أطفالها. ورح يكون في عنا نشاط كيف نعلم الطفل موضوع الكتابة، وفي عرض مسرحي للأطفال. نحن دائما إذا في مناسبات مهمة بنحاول نعرف الطفل عليها، مثل يوم الطفل العالمي، يوم الكتاب العالمي، أو يوم الشجرة، أو أي مناسبات يعني مهم أن الطفل يتثقف فيها ويرتبط فيها وجدانيا. برجع بقول وجدانيا لأنه نحن لما بنشتغل على وجدان الطفل نحن هون استثمرنا استثمار ناجح لآخر حياة الطفل. أكيد. كمان ذكرتي شيء حلو أنه ممكن الأمهات حتى يتعلموا من أطفالهم، والأطفال أوقات ممكن كمان يعلمونا وناخذ منهم دروس كتير حلوة. بالنهاية بدي أتشكر حضورك معنا الصحفية والشاعرة نوار الشاطر. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. شكرا لك صحفية والشاعرة نوار الشاطر لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد بنتمنى من كل حدا عم يتابعنا من الاهالي اذا قدرتوا يسجلوا اليوم اطفالهم بنوادي القراءة من عمر صغير، فهذا شيء كتير مهم لحتى ننمي مهارات للمستقبل. اهلا وسهلا فيك.